يا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعاصي ابكي على الذنوب الماضية. أسفا لك إذا جاءك الموت وما أنبت، والحسرة لك إذا دعيت إلى التوبة فما أجبت. كيف تصنع إذا نودي بالرحيل وما تأهبت؟ ألست الذي بارزت بالكبائر وما راقبت؟ أسفا لعبد كلما كثرت أوزاره قل استغفاره، وكلما قرب من القبور قوي عنده الفتور. اذكر اسم من إذا أطعته أفادك، وإذا أتيته شاكرا زادك، وإذا خدمته أصلح قلبك وفؤادك. أيها الغافل ما عندك خبر منك، فما تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل، وتشبع فتنام، وتغضب فتخاصم. فبما تميزت عن البهائم؟ يا من قد وهى شبابه وامتلأ بالزلل كتابه، أما بلغك أن الجلود إذا استشهدت نطقت؟ أما علمت أن النار للعصاة خلقت؟ إنها لتحرق كل ما يلقى فيها، فتذكر أن التوبة تحجب عنها والدمعة تطفيها. سلوا القبور عباد الله عن سكانها، واستخبروا اللحود عن قطانها، تخبركم بخشونة المضاجع، وتعلمكم أن الحسرة قد ملأت المواضع، والمسافر يود لو أنه راجع، فليتعظ الغافل وليراجع. يا مطالبا بأعماله، يا مسؤولا عن أفعاله، يا مكتوبا عليه جميع أقواله، يا مناقشا على كل أحواله، نسيانك لهذا أمر عجيب. كان بشر الحافي طويل السهر يقول: أخاف أن يأتي أمر الله وأنا نائم. من تصور زوال المحن وبقاء الثناء هان الابتلاء عليه، ومن تفكر في زوال اللذات وبقاء العار هان تركها عنده، وما يلاحظ العواقب إلا بصر ثاقب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.